اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة وخاصة من تلفزيون اليوم السابع، هنتابع فيها مع حضراتكم تفاصيل واحدة من ابشع الجرائم في حق الوطن والتي تناولتها دراما رمضان السنة دي، وتحديدا في مسلسل الاختيار 2. والجريمة هي جريمة اغتيال ضابط الامن الوطني محمد مبروك. خليني اقول لحضراتكم انه الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 والذي يعرض على قناة اون شهدت اغتيال ضابط الامن الوطني محمد مبروك على يد تكفيريين قبل موعد شهادته في قضية تخابر محمد مرسي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي تناول المسلسل وقاعة الاغتيال، ونرجع نتكلم في كل التفاصيل الحقيقية التي تخص الواقعة واللي الحقيقة ما كانتش بعيدة أبدا عن اللي تناوله المسلسل. تعالوا نشوف مع بعض في التقرير التالي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مع بعض اغتيال ضابط الامن الوطني محمد مبروك على يد تكفيريين قبل موعد شهادته في قضية تخابر محمد مرسي. التكفيري ابو يوسف قابل الضابط الخائن محمد عويس النجم احمد شاكر عبد اللطيف، وطلب منه مقابلة الضابط محمد مبروك والتحدث معه حتى يعرفه قبل اغتياله. وبنشوف عويس بيتصل بمبروك وبيطلب مقابلته بسبب وجود شخص مقاول يريد أن يعرض عليه فيلا ويتفق معه على مقابلته، وبيطلب عويس من أبو يوسف مقابل جديد، خاصة أن الفيلا التي حصل عليها مازال عليها أقساط وأنهم ورطوه فيها بدلا من إهدائها له. ثم يقابل عويس محمد مبروك مع زكريا يونس أو طبعا النجم كريم عبد العزيز في أحد المطاعم. أبو عبيدة التكفيري يخبر عناصره بتعديل في خطة اغتيال محمد مبروك، وبيقول لهم إن العملية لابد أن تتم يوم 17 نوفمبر 2013 قبل شهادته في المحكمة بقضية التخابر، وبيتم عرض الخطة التي تم تجهيزها لعملية الاغتيال، وبيؤكد هارون أو إسلام جمال أنه سيقتله. والمشهد بينتقل بعد كده لمبنى الأمن الوطني وحديث عن الذكريات بين مبروك وزكريا، وبيحكيان مواقف حدثت بينهما سواء في العمل أو في الحياة الشخصية. بعدها بيتصل عويس بمبروك وبيطلب منه مقابلته، وبيخبره مبروك بأنه سينزل من المنزل في الساعة الثامنة مساء وأنه هيقابله بعد ذلك. وفي الوقت نفسه بيتحرك التكفيريين نحو منزله حسب الخطة اللي تم وضعها، وبينزل مبروك من المنزل وبيتحرك التكفيريين وراءه. وبعد استقلاله سيارته بيسيرون وراءه، وفجأة بيطلقوا العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده في مشهد مخزي ومؤلم جدا. الحقيقة إن يعني مسلسل اختيار عرض واقعة اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني من واقع قضية أنصار بيت المقدس، واللي نظرتها الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، وكمان تحدثت الأوراق عن 54 عملية إرهابية نفذها المتهمين. هي يعني جريمة بشعة من أبشع الجرائم اللي ارتكبها المتهمين في حق الوطن، هي هذه الواقعة، واقعة اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطني.
كمان التحقيقات كشفت عن تورط 13 متهم في واقعة رصد منزل وسيارة الشهيد مبروك واللي استهدفوه يوم 18 نوفمبر 2013. المتهمين المتورطون في واقعة الاغتيال المقدم مبروك هم الإرهابي توفيق فريج مؤسس بيت المقدس، وهو اللي كلف المتهمين بارتكاب الواقعة. تاني متهم هو الإرهابي محمد عفيفي، واللي كلف بتحديد محل إقامة مبروك وشارك في واقعة اغتياله. أما المتهم الثالث فهو اللي أمر بأمر الإحالة الإرهابي محمد بكري هارون، واللي شارك في تحديد محل إقامة الشهيد وشارك أيضا في واقعة الاغتيال. أما المتهم الإرهابي محمد عويس رقم 43 بأمر الإحالة أمد المتهم الثالث بصورة للشهيد وبيانات سيارته. أما عن المتهم محمد سيد منصور فهو متوفي وشارك في التحضير للواقعة على أحد مقاهي مدينة نصر، وشارك أيضا في واقعة الاغتيال. الإرهابي أشرف الغربلي رقم 11 بالدعوة شارك في الواقعة وراقب تحرك المجني عليه. والمتهم الإرهابي عمرو محمد مصطفى عبد الحميد رقم 26 بأمر الإحالة شارك في الواقعة وكان من فريق مراقبة تحرك المجني عليه من أمام منزله. المتهم وسام مصطفى سيد رقم 27 شارك في الواقعة أيضا وكان يعني من المكلفين بمراقبة تحرك المجني عليه من أمام منزله. وضمت قائمة الإرهابيين المتورطين المتهم محمد محسن علي ومشارك في الواقعة أيضا، والمتهم فهمي عبد الرؤوف متوفي. كمان المتهم أحمد عزت رقم 28 بأمر الإحالة، وانتظر المتهمين الذين نفذوا الواقعة وأمن طريق هروبهم وسلمهم لوحات معدنية لوضعها على السيارة المستخدمة في الحادث. ده يعني كان دور كل واحد فيهم. كمان ضمت القائمة المتهم أنس إبراهيم رقم 29 بأمر الإحالة وشارك في تهريب المتهم الثاني وكان بينتظره بسيارته في أحد الشوارع القريبة من مكان الحادث. المتهم محمد عبد التواب رقم 14 بأمر الإحالة شارك في محاولة القتل الأولى والتي لم تنفذ. أظهرت التحقيقات بقضية تنظيم بيت المقدس أن المتهم الثاني اجتمع بالمتهمين وحدد دور كل متهم، جهزوا سيارات وأسلحة نارية وتوجهوا لمسكن المجني عليه وتربص أمام مسكنه ثلاثة من المتهمين، هم المتهم 11 والسادس عشر والعشرون. وبعد مشاهدته وهو يغادر منزله اتصلوا بالمتهمين الثاني والثالث والمتواجدين على مقربة من مسكن المجني عليه بسيارة كان يقودها المتهم الثالث، وتتبعوا المجني عليه وامطراه يعني متهمان اخران ببوابل من الاعيره الناريه والتي استشهد بعدها على الفور. بعدها كمان قام المتهمين بالهروب من مسرح الجريمه، وقام المتهمين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون بتامين هروب مرتكبين الواقعه، وقام باستبدال ارقام السياره التي استخدمها الجناه في اغتيال المجني عليه. طبعا المشاهد مشابهة تماما لمشهد جريمة الاغتيال النكراء واللي ظهر في الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، علشان يواصل المسلسل عرض الحقائق المجردة والمثبتة بالأدلة بكل شيء، ويعني الاستمرار في كشف كل الحقائق في هذا المسلسل. مش بس الحقيقة مشهد الاغتيال، لكن كمان الحلقة شهدت ظهور الإرهابي عمر رفاعي سرور، وده بعد فض اعتصامي ربعة والنهضة المسلحين. سلط المسلسل الضوء على استعداد الإخوان لاغتيال ضابط الأمن الوطني الشهيد محمد مبروك، وكان من بينهم المخططين كان من ضمنهم عمر رفاعي سرور. فيما بعد ذلك فما الذي نعرفه عن الإرهابي عمر رفاعي سرور؟ لو هنتكلم عن هذا الإرهابي فهو لقب عمر بأبو عبد الله المصري، وهو ابن أهم رموز منظري التيار القبطي أو القطبي عفوا في مصر والعالم العربي، ويعد المرجعية الشرعية لأغلب التنظيمات المتطرفة. كان حلقة الوصل بين أيمن الظواهري ومختار بالمختار زعيم تنظيم القاعدة في إفريقيا. للمزيد عن قصة الإرهابي عمر رفاعي سرور تعالوا نشوف التقرير التالي.
زي ما شفنا عمر رفاعي سرور هو نفس الشخصية التي تحدث عنها عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، الإرهابي الأجنبي الوحيد الناجي من حادث الواحات، وده خلال حواره المتلفظ عام 2017، حيث ذكر أن مجموعة من العناصر كانت معهم في مجلس شورى مجاهدي درنة أرادت الانشقاق عنهم والانضمام إلى تنظيم داعش، لكن فتاوى عمر رفاعي سرور أثنتهم عن ذلك واستمروا في تنظيمهم. حديث الإرهابي الأجنبي الوحيد الناجي من حادث الواحات أكد وقتها أن عمر رفاعي سرور كان رجل مسموع الكلمة داخل التنظيمات الإرهابية داخل ليبيا، بل رجل له سمع وطاعة إذا أمر. ليس هذا فحسب، بل أنه يعتبر بمثابة الفقيه الشرعي للتنظيمات الإرهابية في ليبيا. يعني جرائم عدة الحقيقة وتفاصيل كثيرة قريبة جدا للواقع بيكشف عنها دوما مسلسل الاختيار، واحنا بدورنا مستمرين مع حضراتكم في متابعة كل الحقائق اللي بيتناولها المسلسل في حلقاته المتتالية. بشكر حضراتكم بالتأكيد لطيب المتابعة وإلى اللقاء.